وقل رب زدني علما. فهنا ضابط مهم جدا، وإثبات الصفة لله يحتاج إلى أمرين. إلهي صفة إن لوصغا لبار نوض بيوبها. إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أمرين. ومودي وحكستو إلهي لو إضافيين لسكورني وصفة إلهي. إثبات صفة لله يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول هو محي ورود الصفة على أحد الوجوه الثلاث، ورود الصفة على أحد الوجوه الثلاث، ورود الصفة على أحد الوجوه الثلاث، ورود الصفة على أحد الوجوه الثلاث التي تثبت بها الصفة. إن الصفة مركو رو صار أرتو سد حدي وتشمت كمذا ويران التي تثبت بها الصفة سد حدي وتشي الصفة يقص قلب سد حدي وتشم حاين أي أن يتضمنها اسم أن ترد الصريحة أن يدل عليها فعله. صفة إلهي الله سبحانه وتعالى تسديحة وتشمت كود وإلهي وصار أرضه. وإن مقع صفة لقى اشتقاقي قرآن كأما الصناع الغشاق صفة هو الصريح وإن اعتماده. ورحمتي وسعت كل شيء. إن رحمتي سبقت غضبي. أما بس أن يريد فعل يدل على هذه الصفة. وأنه صار رفع الصفات الصريحة أرنك كوباد وكاس إلا قام أرمان كواه بات صفة لله. أرنك الوضع محيط دلالة السياق عليها، دلالة السياق عليها، دلالة السياق عليها. هذا القاب كان وصعدا وأنه تصنع إيوه هذا الكريم لو قد شهده إن إلهي صفة الله صغه. أنا فهمتين مركا آيات دريمكا مجيغنا يأتيان كنا نقال لنه مقيد كاي لابدا شردي كيبو واي ما كوارم سكدن بي يا مجيغ مقيد كاي يأتيان كمقيد كاي حنري صفة إلهي ما واي محيون نقو واي هاي سياق لابدا شردي با لقرب يسو صفة إلهي وقو نقو إن واحد الوجوه الثلاثة كسا عراره وكسا عراره دواكا فعل ولقد جئناهم إيه أتى الله بنيانهم يعني. لكن شرط دقيق لبعضها دلالة السياق عليها إنه السياق ويا هذا القاب أصعد أو تصيه أيام مقن ما فهمتين مركب يقول السياق ويحو تصين أيها مركب إلهي وريف فأتى الله بنيانه من القواعد إن هذا الكل لو قد شهده إثبات صفة الاتيان لله إن لو قد شهده إن إلهي سبحانه وتعالى بسم الله شهده وبربرين أيه وكذلك ولقد جيناهم بكتاب فصلناه على علم إن لو قد شهدين مجيء إلهي إن لو قد شهده معي ما الدليل على ذلك الإلهي بقى له إضافية تقييدك سياقا وقصة أروري مجيئك أما يتيانك يسوقه مقيدة تقييدك أصاب سنه اللي مجيئك إلهي سبحانه وتعالى يعني ومجيئك مطلقة يوم القيامة وليبا نعية يوم القيامة عد قارو إيمانيا لما أوران صمع ولا إطلاق لكن مرها دين لقيدي سياقا سوحة سنية مجيقا إيتيان كان لقيدنا وصفة إلهي أحي. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكري مدوني ساعة عماش ونكسر لمن يكوف الله فرى لي الصنبع مدوني ساعة حمان تنفطة لين تكرب توعد كنقو يساري كوف الله عرب كاقا حسك إلهي كقو ينادو أنا كن مكثرا من ذكر الله وحنقوا تاقف ربنا يا إلهي سبحانه وتعالى حسكيسا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على إصلاح أنفسنا وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.